رأيي. صباح الخير عليكم. صباح الورد، أتمنى يلقاكم صوتي بأسعد أوقاتكم. بونجور تو الموند، جود مورنينغ، أنا من لولو. اليوم راح ننزلكم أوديو، هاي راح ننزلكم هذا الأوديو من المفروض شوي متأخر، ما نعرفش الوقت عندي الربعة غير عشرة يعني ثلاثة وخمسين دقيقة، و رح نزلكم اوديو اخر صغير كنت سجلته في الوقت اللي كنت سجلته فيه، لا اذكر ممكن منذ يومين او ثلاثة، كانوا طلبوا مني بعض البنات يعني عملوا جروب صغير وكلهم قالوا لي من فضلك عمل لنا تصحيح او عمل لنا اوديو صغير للعلاقات الكرمية، فرح ننزلهم لكم اليوم مع بعض، واتمنى انه يكفيني غدا الوقت حتى نعمل لكم اوديو جديد. كانت واحد المرة واحد البنت قالت لي، واحد سيدة قالت لي، لماذا لا تضعي اوديو كل يوم، يعني مثلا اليوم بدل ما نحط اوديوان نحط اوديو واحد ونخليه واحد الغدوة. ابن حب نقول لك ان هذا الشيء هذا هو من أسوأ الأشياء اللي ممكن نعملوها بطاقتنا نحن كأفراد، يعني الطاقة اللي تخرجيها في ذاك اليوم لازم تخرج، ما تبقاش، وإلا رح تبقى طاقة مكدسة. وأنا قلت لكم من مبادئ الطاقة افرغوها في الأمور الإيجابية، في الأشياء اللي نحبوها، وأنا من الأشياء اللي نحبها أني نسجل لكم أوديوهات، فلو يكون عندي أوديوهات مخزنة هذا رح يعمل لي بلوك نفسي، بلوك طاقي لذلك ما نحبش نعمل هكذا. فكل ما يكون عندي اوديوهات الا ونزلها على اليوتيوب وسمحوا لي، ومرات ما قدرش نسجل اتس اوكي. فكان اليوم هذاك ما كانش عندي وقت ولا ما كانش عندي انرجي حتى نعمل اوديو، ف اتس اوكي، عدوه. اليوم راح نتكلم على السماح والغفران، سميت الاوديو الغفران. لماذا الغفران؟ لأنه في فرق ما بين الغفران والسماح، المسامحة العادية، والأوديو هو تلبية لطلب في روحي. أنا كنت رح نعمل هذا الأوديو، ولكن الغريب أنه فادي كذلك طلب الأوديو البارح تواصل روحي غريب بيني وبينكم، يعني كل المواضيع اللي تحبوا تسموها إلا وجيت تمسكوا بي. الأوديو هذا كنت نحب نسجله البارح في نفس الوقت اللي سجلت فيها الاوديو للبنت اللي تعرضت للتهديد، ونحب نقول لكم من قوسين لانه في الكثير من البنات سالوني قالوا لي لماذا نصحتيها. انا لا احب لغه التهديد والمساومه، انا يعني فيك تقتلني وما تهددنيش، اقتلني عادي تاكي لكن ما تهددنيش، فانا لغه المساومه هذه والتهديد ما نحبهاش وما نحملهاش. فاكيد انني نصحتها وقلت لها قولي له اعمل واش تحب، شي اللي تقدر عليه اعمله، let's go. ونصحتها انها تواجه حقيقتها بكل بساطة، تقول لخطيبها اني عشت كذا وكذا وكذا وانا اتعرض للمساومة، اتعرض للتهديد، ولاحظوا هذا اختبار like he's a test. خطيبها اذا قبلها بظروفها فمعنى ذلك انه يحبها ورح يوقف معها، اذا ما قبلهاش it's okay خلوه يروح، وهذا أحسن اختبار. فإذا اليوم رح نكلمكم، رح نعطي وجهة نظري أكيد، وديما نذكركم أنه في كل أوديوهاتي أنا فقط أعطي وجهة نظر ذات هدف نفسي، أوكي؟ دالفون لوبجيكتيف برينسيبال، الهدف الأول من الأوديو أنني نحرر الناس، نحررهم من مخاوفهم، نحررهم من المشاكل النفسية اللي ممكن تخلق لهم عقد طاقية وتخلق لهم سبوتات سوداء في حياتهم، اوكي. ولكن يعني كما يقولوا جوجوان لوتيل على غياب، في نفس الوقت نعرض انا فكرتي او انا رايي فيما يخص الموضوع. فاذا مثل ما قلت لكم هناك فرق راح نوضحه في اخر الاوديو، الفرق ما بين الغفران والمسامحه او السماح. احنا نبدا من لا شيء، راح نبدا من فكره عدم القدرة عن السماح عن الغفران. أنا مش عم أتكلم عن السماح لأنه السماح شيء عادي كل الناس تقوم به وهذا ما يهمنيش،
لكن انت لما تقولي انا انا يمكنني ان اسامح على بعض الافعال، ولكنني لا يمكن ان اسامح بعض الذنوب. فهذا هو السماح بصورة بسيطة، يعني ممكن تسمحي كذا وما تسمحيش بكذا. هذا روتين حياتك، او هذه الرولز اللي انت حاطتها لحياتك. فهذا انا مش راح نتكلم عليه، لانه هذا مش موضوع يناقش. انا ساناقش مفهوما اعظم، مفهوما اكبر، الا وهو مفهوم الغفران او السماح لشخص ارتكب في حقنا ذنبا كبيرا، ذنبا مثل ما يقولوا في اللغة العربية لا يغتفر. والحقيقة أن هذه الجملة خاطئة، ليست هناك ذنوب لا تغتفر. أوكي؟ هناك أحداث نعيشها، وليس هناك وقت. يعني الوقت هذا اللي أنا سجل فيه هذا مش موجود. في حدث هو أنني أنا راني سجل، أما الوقت فهذا مش موجود تماما. إحنا خلقناه حتى نساعد أنفسنا، حتى نحدد وين أنا واصلين من يومنا أو ليلتنا أو نهارنا أو رحلتنا في الوعي أو أي شيء. فإذا اليوم رح نتحدث على المسامحة الكبرى أو السماح الأكبر، السماح اللي أكبر من السماح اللي أنتوا تعرفوه. الناس اللي في الغالب لا تسامح هي ناس لا تتحرر، هي ناس سجينة، سجينة في نقطة ما حصل فيها ظلم عليها. في كل مرة تتقدم خطوة خطوتين للأمام وهي تشوف الهدف، هي تشوف أنا نحب نوصل إلى آخر هذا الطريق، ولكن للأسف ما نوصلش. تعرفوا لماذا؟ لأني في كل مرة نتعثر بحدث ما قد حدث في الماضي في حياتي، وهذا الحدث كان له أثر سلبي علي. هذا الحدث هو ما يسمونه الناس في العادة الظلم. يقول لك الظلم اللي وقع علي من ذلك الشخص لا يسمح لي، الظلم لا يسمح لي أبدا بأن أسامحه. أنت هنا تأخذ الظلم هذا كشماعة حتى تبقى في الكره، حتى تبقى في الحقد، حتى تبقى معثر حياتك وجعل منها حياة سوداء وحياة سلبية. فإذا عدم السماح هو مثل الشخص الذي يشوفه، يعني لا يشوف هذه ما عارفش منين جبت هذه، اشوفوا هاي ما يما سامحوني. هي مثل الشخص اللي يشوف غايته او هدفه ويتقرب منه، في كل مره يتقرب منه من هدفه لهدفه هو الشفاء. انا نتشافاو لو باسي سي دو باسي، خلاص هي احداث مضات، انتهت من حيث الحدوث، لا من حيث الوقت. ولكن انت بمجرد انك تفكر فيها ترجعها، تعطي لها انفي، تعطي لها حياه يعني. فقلت انت مثل الشخص اللي يرى غايته ويتقرب منها بخطوتين ويتقهقر ويتراجع الى النقطه التي تعثر فيها في الماضي، ويبدأ يقهر في نفسه ويجلد فيها ويفكر في الانتقام، ويفكر في الطرق اللي تخليه يسترجع كرامته أو يسترجع الإيجو عنده أو ما شابه. يعني في نهاية الأمر راح تعيش أو ترجع تعيش دور الضحية اللي من المفروض أنت تخلص منه. عدم السماح هو كره، هو كره للي ظلمنا. يعني انت لما تقول ما قدرتش نسامح، je peux pas lui pardonner، معنى ذلك انك ما زالك في الكره، ما زالك تكره الشخص اللي ظلمك. ولكن مصدر الكره انت منين جبته؟ مصدر الكره فينو؟ مصدر الكره موجود عندك انت. انت tu le projecteur de la haine، يعني انت هنا انت اللي تصدر هذا الكره. يعني انت في نهاية المطاف انت تكره نفسك، في نفس الوقت تكره في الشخص اللي ظلمك. مرة واحدة قالت لي، حكيت لي قصة اللي ما جعلت منها تدخل في كثير من الأمراض النفسية. حكيت لي قصتها مع والدها الذي اغتصبها وضربها واحتقرها وعمل فيها الويلات لما كانت صغيرة، وهي خرجت من الدار. يعني مثل ما تعرفوا يعني الناس هنا تخرج من الدار صغيرة، 16 سنة ولا
17 سنة يكون خرج من الدار. هي خرجت من الدار وأسست حياتها وعاشت إلى آخره، وكبر باباها، يعني والدها أصبح مسن وأصبح مريض، وبحكم أنه هي بنته الوحيدة وما عنده أي شخص يعني يطلب منه المساعدة، فكانت هي آخر شخص عاش معاه أواخر أيامه لما كان مريض. السيدة هذه انتقمت من والدها بكل أصناف التعذيب، يعني كانت ما تغيرلوش لما يتبول على نفسه، ولما تجي تغسله هي تضرب فيه وهي تسب فيه، و يعني اتخذت كل الوسائل اللي في استطاعتها آنذاك أنها تنتقم منه لما كان مريض. يعني كان يبكي من الجوع أحيانا والإهانة اللي كانت توجهها له إلى آخره، ولما كانت تبول على نفسه كانت تخليه بالساعات، يعني تخليه 3 4 ساعات 5 ساعات وهو هكذاك حتى تغسل له. الشخص هذا، الرجل هذا بعد ما مات، لأنه في نهاية الأمر هي كانت منع عليه أي مساعدة من الخارج، يعني هي في الحقيقة ارتكبت يعني جريمة، ولكن جريمة لا يعاقب عليها القانون، يعني مثل ما الاغتصاب ما عاقبش عليه القانون، يعني هو لما اغتصبها ما كانت صغيرة القانون ما عاقبهاش، لأنها لا بادينونس، هي ما مشتش تكاتبه، يعني هي لما كبرت حملت حقيبتها وغادرت المنزل، ولكن ما اشتكتش بوالدها. ولاحظوا لهنا في الكثير من حالات الاغتصاب اللي مسكوت عليها، يعني حتى في الكنائس، يعني كانت في كل مرة تعمل له شيء إلا وتذكره، تقول له هل تذكر اليوم الفلاني الذي فعلت به كذا وكذا، وهو يبكي يبكي يبكي، يعني عاقبته وحاكمته وجلداته، يعني وعملت كل ما يمكن لها أن يخفف من وطأة الحمل اللي كانت حاملته طيلة السنوات الماضية. وفي نهاية الأمر مثل ما قلت لكم الوالد توفى من القهر أكثر من المرض، يعني هي تعرف هي قالت لي هو مات من القهر اللي أنا قهرته ليه، راح نقول لكم فيما بعد يعني لماذا قالت هذا الكلام، أكثر من المرض اللي كان مصاب به. في الأسابيع الأولى التي تلت وفاة هذا الشخص الوالد، يعني حست هي براحة كبيرة وفرحة عارمة، لكن بعد ذلك بدأت تشوف اللحظات الأخيرة يعني في حياة والدها، بدأت تشوف عينيه تلحقها، عينيه وهي كبيرة حسب وصفها، قالت لي لما كان يموت عينيه كبرت، وهذا الطبيعي اللي يحصل أثناء الموت، وبدأ يخرج يعني اللعاب اللي يخرجوا الموت قبل الموت، يعني في لحظات الموت. فقلت هي طورت الكثير من الأمراض أو الكثير من الأعراض النفسية والأعراض الجسمانية. في الأول كان عندها أمراض نفسية فقط تعاني منها، كانت تعاني من الظلم اللي ظلموا لها الوالد، كانت نفسيتها مدمرة، ولكن بعد ما انتقمت منه وقتلته بين قوسين، هي أصيبت بالكثير من الأمراض الجسمية، من أهمها أنا ذاك اللي كانت تحاول توجد له حل، وهو عدم السيطرة على الفك السفلي، يعني أني تي بلو كاباب دو فيرمي لا بوش، ما تقدرش تغلق فمها، ما تقدرش تغلق تطلع الفك السفلي تطلعه مع الفك العلوي، مما كان خاصة في حالات الخوف والغضب، مما كان يؤدي إلى دايما إلى سقوط أو إلى خروج اللعاب من فمها، يعني هي دايما حاملة منديل ويا معها وهي تمشي، يعني كل ما تجي تتكلم أو تفقد السيطرة تماما على 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 فمها. هذا أكبر كابوس كانت تعاني منه، بالإضافة إلى الكوابيس النفسية اللي كانت تمنع عليها النوم، ما كانش تنام تماما إلا بواسطة منوم. من الذي وقع لها السيدة اللي وقع لها اللي حصل لها أنها تحولت من ضحية إلى جلاد. هي كانت ضحية صحيحة فيزيائيا، مريضة نفسيا لكن صحيحة فيزيائيا على الأقل يعني، ولكن بعد وفاة الوالد تحولت إلى ماذا؟ تحولت إلى جلاد مريض نفسيا وفيزيائيا، ندو نفس الوقت. يعني عدم السماح هو مثل الشخص اللي هو فمه كريه، يعني فمه يفوح برائحة كريهة، هو يحاول يكلم الناس والناس تهرب عليه، وهو يتسأل يقول الناس ليه ما تحبش تحكي معايا،
الناس ما تحبش تحكي معاك لأنه فمك يطلق روائح معفنة. فالشخص اللي ما يسامحش نفسيته معفنة، نفسيته حقودة، نفسيته فيها الكثير من الوساخة، الكثير من السبوتات السوداء، ببساطة هو شخص عنده الكثير من العقد الطاقية التي أفسدت نفسيته وطاقته، وهذا راح ينفر الناس منه. يعني كل ما يجي يقترب له شخص إله ينفر منه لأنه يشوف الشيء اللي بداخله، خاصة إذا كان الشخص اللي اقترب منه هو شخص طيب وروحه عالية، مش راح يحمل يبقى معه. لماذا؟ لأنه يشوف نفسيته السوداء، نفسيته المعفنة اللي بالداخل. لذلك فكرة الحقد هذه والانتقام وعدم السماح يجب أن نتخلص منها حتى نعيش بسلام مع أرواحنا، أولا مع أنفسنا ومع الناس. فلما الواحد أنا يقول لي ما أنا ما نقدرش نسامح، أنا مش بابا باردوني، أنا بالنسبة لي الحوار مغلوق معه، نعتبره غبي. لماذا؟ لأن الغبي هو الذي يصر على إهانة نفسه أو على إيذاء نفسه بعد أن أذوه الآخرون. يعني أنت واحد ضربك أعطاك مثلا بكف، وأنت قاعد تعطي لنفسك كف كفوف كل يوم على جال الكف اللي أعطاه لك هذاك، وما قدرش تعاود ترجعه له. نفس الشيء أمام شوز، في شيء اختلاف. أنت لا تسامح من أجل الآخر، انت ما تسامحش للاخر حتى تستعيد علاقتك به، او حتى يكون مليح معاك، ولا يعطف عليك، ولا يحبك يرجع يحبك، ولا ولا ولا. انت تسامح من اجلك انت. انت حين تسامح معنى ذلك انك تصالحت مع نفسك. ولاحظوا هناك مشكلة عند الناس، يربطوا ما بين السماح والنسيان. ابدا، انت حين تسامح لا يعني ذلك انه يجب ان تنسى، لا، مش مطلوب منك أن تنسى. إنه الكثير من الناس يقولوا لي ما نقدرش ننسى وش عمل فيها، أو ما نقدرش ننسى وش عملت لي. مش مطلوب منك أنك تتوقف، أو سوري، مش لا مش تتوقف، مش مطلوب منك أنك تنسى الذنب أو الظلم اللي وقع عليك من طرف الشخص إكس ولا الشخص إيغريك. مطلوب منك أنك تتوقف أنت كشخص عن إيذاء نفسك من أجل شخص آخر أذاك. لأنك أنت لما تصدر الكره أنت تأذي نفسك، لأنك أنت آلة، أنت إن ماشين دينرجي، أنت رياكتور كيميك، أنت محرك كيميائي يصنع طاقة. فلا بديت أنت تصنع، تولي تخزن وتصنع طاقة سلبية وطاقة كره، فسن مارش با، توليش تعيش صحيح، أنت تولي تعيش في المرض، تعيش في المشاكل، في الحزن إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك، أنت في كل مرة تفكر في الشخص اللي ذاك، أنت تعطيه باور، تعطيه اهتمام، وتذكره قانون الطاقة عمركم ما تنساوه دايما وأبدا. هذا أهم قانون لازم تعلموه لأولادكم وبناتكم، أنه كلما فكرنا في الفكرة أكثر من 66 ثانية كلما جلبنا نظيراتها من الكون. فأنت كل ما فكرت في ذلك الشخص تعطي له اهتمام، وتعطي له قوة، وتعطي له طاقة. اوكي، فالطاقة هذه انت تعطيها لحدث ما سلبي قد انتهى منذ زمن، وانت تروح ترجعه وتحييه، تعطي تلبسه وتأنقه وترجعه لحياتك مرة جديدة. هذا هو اللي يحصل، انت تطبق قانون الطاقة، ولكن للأسف تطبقه في السلب وليس في الإيجاب. يعني طيب، فيه ناس يقولوا أنهم سامحوا أو غفروا. يعني في كثير من الناس يقول لك انا سامحت، مثلا لا ادري، انا سامحت امي وقد غفرت لها ومنه اتس اوكي، ورجعنا عادي ورجعنا بيك. ولكن كل ما نحكي معاهم على الموضوع هذا، يعني تصعد العواطف عندهم وتمتلئ عيونهم بالدموع. لماذا؟ ماذا يعني هذا؟ يعني هذا يعني انهم سامحوا ولكنهم لم يغفروا. هم سامحوا الشخص ولكنهم ما غفرولوش. ما معنى ذلك؟ يعني بداوا العمل، عمل التشافي، ولكنهم لم يكملوه، ما كملوش العمل، يعني عمل ناقص أو غير مكتمل. ما هو الكمال؟ الكمال هو السماح لجسمك بأن يتلقى الطاقة الإيجابية للكون، السماح لطاقتك أنت كشخص أن تكون إيجابية، هو السماح الذي يقود إلى الشفاء. هذا هو الغفران. الغفران هو أن تسامح شخص
ويقودك سماحك لهذا الشخص إلى الشفاء، إلى التشافي مما أصابك. الشخص اللي يبكي هنا في المثال اللي قدمته الآن، الشخص اللي يبكي يعني ما زال ما تشافاش، ما زال يشوف نفسه ضحية أو مظلوم. نعطيكم مثال آخر، نفرضوا أم سوري بنت لا بنت نفرضوا بنت تروح لأمها اللي كانت نرجسية معها في الماضي، وكانت تضربها وتذلها وتحتقرها وتهينها وكل شيء يعني، ولكن تصالحت معها وتسامحت معها وعادت تروح لها وتحبها وتحس تشعر بذلك، تشعر بأنها تحبها، يعني صارت علاقتها مملاحة. ولكن دخلت شي يوم عند ماماها وشافت إحدى الدمى اللي كانت تلعب بهم هي لما كانت صغيرة، فشعرت بالغضب، يعني وانشط شعرت بالغضب والحزن، وخذت سيارتها وهي تتوعد، يعني في قررت نفسها وهي تتوعد أمها وتقول لها مش راح نجي نشوفك، مش راح نجي نزورك، ولا نادي تحلف تقول مش راح نرجع عندك إلا بعد أشهر مثلا. إلا بعد أشهر، هذه الكلمة هذه هنا لاحظوا هي قرار عقوبة، هنا هي قررت أنها تعاود تحاكم أمها، هي إعادة محاكمة، يعني رغم مسامحتها هي سامحت ماماها، ولكن لهنا لما تقررت تقول ما عادش نجي عندك إلا بعد أشهر مثلا، أو ما عادش نجي نشوفك، أو ما عادش نساعدك، whatever الشيء اللي قالته، فهنا هي عادت المحاكمة من جديد وأحضرت الماضي من جديد، يعني رجعت نقطة الصفر بعد ما كانت تشافيت وكانت ملاحة، رجعت نقطة الصفر، رجعت للوم والعقاب، يعني لامت أمها على ذنب ماضي كانوا خلاص نساوه من المفروض واتفقوا أنهم ينساوه، ورجعت كذلك عاقبتها لأنه في قررت نفسها قررت أنها ما تجيش ترجع تزورها إلا بعد خمسة أشهر أو ستة أشهر. السماح حتى نعمل لكم الفرق، السماح هو إسقاط العقوبة بدون إسقاط الذنب، يعني أنت تقول ما غاديش نلوم هذا الشخص، ما غاديش نعاتبه، ولكن مش راح ننساله الشي اللي عملوه فيها. أوكي؟ فإذا هي إسقاط العقوبة واللوم عن المذنب وكأن شيئا لم يكن، هذا هو السماح. لكن في داخله الإنسان المظلوم مازال يكره جلاده، مازال يكره المذنب، يعني مازال ما تشافاش. أوكي؟ أما الغفران يعني سقوط العقوبة يوم أو مع إسقاط الذنب في ذهن المظلوم، وهذا أصعب شيء ممكن للإنسان يقوم به، هو أنه يعني يغفر. كيف نتشافى؟ نتشافى حين نغفر، حين نسقط العقوبة في نفس الوقت الذي نسقط فيه الذنب، هذا هو الغفران. الغفران إذن، حتى نختم الأوديو طولت الغفران هو الختم الموثق لتشافيك، وطول ما وصلتش أنت أو ما توصلتش إليه فأنت لا تزال تجر أذيال الضحية في شخصيتك، في نفسيتك، في طاقتك. أوكي؟ ضحية لأحدهم، ضحية لوالدك ولا لأمك ولا لتوأمك ولا لزوجك ولا whatever الشخص، المهم أنت إن فيكتيم. التشافي أو الغفران خطوة سهلة جدا حين نفهم أنفسنا. كل ما كانت بديهتك قوية وحرة وسريعة، وعقلك يعني سريع في رحلة البحث عن نفسك، كل ما زاد وعيك وبطاقتك كشخص مش منفصل عن العالم، إنما كشخص متصل، خيط رفيع أو نقطة رفيعة في شبكة عظيمة ومتفرعة، وراح تعرف أنك بديت علاقتك الطيبة أو علاقتك المتصالحة مع نفسك، وراح تعرف كذلك أنك جذبت لنفسك الظلم الذي وقع عليك، يعني
ما فيش شيء نحن نعيشه من دون سبب. كل ما يحصل لك الآن فيه جانب من أنت لك فيه جانب من المسؤولية. وهنا أنا ألغي أنا لا ألغي سوري لا هنا أنا لا ألغي يعني أنا لا ألغي المسؤولية عن المذنب أو عن الجاني أبدا، بل فقط نحب ننبهكم أن ما تعيشونه اليوم هو عبارة عن أحداث ستمضي، غدوة تولي ماضي، غدا راح تولي ماضي، الشيء اللي نحن عايشينه اليوم غدا سيكون ماضيا وسيكون سببا فيما سنفعله في الغد. يعني أنت اليوم تضع حجر الأساس للحياة التي تريد أن تحياها في مستقبلك. فإذا أول خطوة للغفران لمن تحب أو لمن أحببت أو لمن تريد أن تحبه أو أن تبقى معه هي إلغاء المسؤولية عنه ومحاولة رؤية الجانب المضيء من الأمر رغم الظلم اللي وقع عليك. إلا أنك تقول رغم الظلم اللي وقع علي أو لولا الظلم اللي وقع علي من طرف أبي أو من طرف أمي لما كنت الشخصية التي أنا عليها اليوم. أحيانا مثلا الخيانة الزوجية رغم مرارتها بالنسبة للطرف اللي تخان إلا أنها تكون اختيارا أوحدا نتيجة اختبار قاسي عاشه أحد أطراف العلاقة. يعني المرأة أو الرجل اللي يغفر الخيانة لشريكه راح يعمل اختيار أقوى من الإيجو، أقوى من الزيف، أقوى من كل الأوهام، أقوى من اللوم، وأقوى من العقاب، وأقوى من كل شيء. راح يتحول الحب بيناتهم إلى خيار قوي، بعيد عن كل المساومات، بعيد عن كل الأوقات، بعيد الأوقات لما نقول الأوقات يعني الوقت اللي كنا فيه طاقة داون، أو الوقت اللي خنا فيه، أو الوقت اللي كذا، أو الوقت اللي كذا. الموضوع طويل جدا. رح نختمه. تحياتي لكم، سلام.